يا صباح الخيرات والبركات والأيام الجميلة. اليوم احنا واصلين على مدرسة جوان وليليام، مع انهم عطلين، بس شو المناسب الواحد بيجي على المدرسة؟ تتوقعوا ليش؟ ما الهدف؟ اكيد في اشي معين. تعالوا نشوف شو هو. تم استلام الشهادات، ما حفر لكم اياهم، فيهم مفاجأة مفاجأة مفاجأة. تابعوا للآخر حتى تشوفوا كيف ردة فعل جوان وليليام لما نشوف شهادات هذا العام. يلا معنا. وصلنا الى البيت. هاي شهادة مين؟ ليليان. 12-12-2012 عمي، تاريخ مشترى تم شراء وشراء. يلا افتحوا لنا الباب. مين على الباب؟ يلا شوي يا بابا. لولو، في مفاجأة معاي. السلام عليكم. ليش هيك معتمين الدنيا؟ تعالي تعالي. ايش هاي؟ خلاص كلها لحالي. صرت تعرف تعمل بالمفك؟ اه. لوجو مالكم متفاجئين بابا؟ صباح الخير. ايدك تعرف شو معاي؟ شهادات. شو عرفكم؟ خيال. تفضلوا على غرفة الضيوف عشان الثواب والعقاب. اذا كنتوا شطورات لكم ثواب، اذا كنتوا مو شطورات ايش لكم؟ ها؟ لا عمركم جبتوا لا 100 ولا 97؟ طيب اول شيء لو سمحتوا بدي اتركهم هون، ما حدا يمد ايده عليهم عشان ايش؟ افتح البرادي. استعدوا، جاهزين عشان تقديم على الشهاده؟ ها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد. مش انا. مين نبدا؟ جوان. طيب انا الاسم اللي امامي هو لاريليان. الحمد لله. شو توقعاتك؟ احكي لي شو توقعاتك؟ ها؟ 99 98. كم؟ عمرك جبتي 100؟ عمرك جبتي 96؟ كم بابا؟ 1 2 3. أي وحدة بدك؟ أنا؟ ليش بابا؟ بس تخربط عشان شو بدكم تسووا؟ تفضلي هاي. ليش هاي؟ بس امسكي هاي، تفضلي هاي. ما بدي هاي ورقتي. لا امسكي هاي ورقتي. ايش تقبل هذه؟ ليش؟ بنشوف هلا بنشوف. يلا اقرا. هذا الاسم باسم مين؟ ليليان. ليليان عرفت الاسم. هاي فوق اول واحد فوق على اليمين. قرات. طيب هذا ايام غياب الطالب بس يومين. هسه في غياب الطالب جاي تركزي لي، شوفي لي شو العلامات. ايش اعلى ماده عندك جايبه فيها؟ شوي. هذا الباب المجموع، المجموع بالارقام، اعلى ماده ايش؟ هذا بابا هذا. مين؟ بأي مادة؟ القرآن. القرآن والفكر. وكم عندك أجواء القرآن؟ برضه 100%. طيب وعندي كمان حاسوب 100%. ايش هذا كمان 100؟ حاسوب كمان 100. طيب ليليا جوان، أقل مادة عندك ايش؟ 97. ايش المادة؟ العلوم. لا أكيد. تأكدي. أنا العلوم 99.5. تأكدي يا جوان. 99 إيش؟ علوم. في مادة تانية كمان 97 عندك؟ آه. إيش؟ اللغة الإنجليزية مع إني بحبها بس. قديش جايبة؟ 97؟ آه. أشوف؟ يا ماما جوان عم تقرأي، إحنا بنقرأ بهذا الفاينل النهائي يا بنتي. آه بالنهائي. يا بنت أنا بدي النهائي، أنا ما بدي مجموع الفصل الأول والفصل الثاني. ساينس أخذت 97. اقرأي. أنا أخذت التربية المهنية، أنا مسامحكم فيها، ما عندي مشكلة. والإيش؟ الساينس ليش قليل؟ لأنه صعب. المفاجأة الآن، اقرأوا لي مع بعض. المعدل تحت تحت آخر شيء، المجموع كلمة المعدل، لما أحكي لكم اقرأوا بتقرأوا، شفتوها وينها؟ لا. هاي المجموع تمام؟ بدي المعدل تمام؟ وين؟ هلا لا هاي كلمة المعدل، تقرأوا مع بعض لما أقول لكم إياه. المعدل 1 2 3 98.9 و95. 98.95 ما بزبط. بزبط. ايش هاد يعني؟ بعرفش اقرا. هل
اقرأي 98 وتسع أعشار ونص و 98 وتسع أعشار، يعني الفرق نص عشر بينهما. أنا إذا مبارك لكم التنتين، برافو عليكم ما شاء الله عليكم. 98.9 يعني بابا 99، يعني أنتوا 99 هي إلا عشر، أنت إلا نص عشر، يعني إلا واحد بالعشرة، هي أنت إلا نص بالعشرة. طبعا ثواب، الثواب حيكون إيش؟ بوسة من بابا كبيرة جدا على هذه الفعالية الرائعة. وبعدين بحكي لكم شو بدي أعملكم. بعدين مش هلا. اقعدوا خلنا أقول لكم. اليوم الثواب حيكون مختلف. ايش؟ شو نفسك؟ غير الشراء، ايش غير الشراء؟ شو نفسك؟ نروح نحتفل احنا وخالتنا ونتحلى. ليليان؟ بصراحة أنا كنت بدي أحكي نفس الشيء، من نزور خالته. إذن اليوم حتزوروهم وتتحلوا، اتفقنا؟ اتفقنا. مبارك يا بلوتات. الأهم يا بابا من العلامات، الأهم العلامات بالنسبة لي إنه يكون عم نستفيد من هذا العلم. العلامة ما بتقيم إنسان بابا، لا كثيرها ولا قليلها، بتقيم شو استفاد. وبابا في كثير من الناس ما بيكونوا مميزين بالعلامات، بس بيكونوا مميزين بأشياء ثانية، بفكرهم، بموهبة عندهم، بموهبة رسم، بلعب، بغيره. فالله يوفقكم ويرضى عليكم، أحسنتوا. والآن النتيجة النهائية كما هو مكتوب، النتيجة يرفع إلى الصف الخامس الأساسي. مبروك انتوا الصف الخامس. ليش يعني إذا في هذا جاب يعني علامة قليلة ما بضل؟ في ناس بابا ما بيعيدوا. كيف يعني؟ لو بيسموه بابا ما نجح رسب. قديش؟ 96؟ لا، الأقل من 50 بابا راسب، بيعيد امتحان أو بضل بنفس الصف. أقل من 50 يعني تساوي أي شيء، يعني ممكن 91 عادي هو؟ بابا أقل من 50، 91 أقل من 50 ولا أعلى؟ أعلى. إذا أقل من 50 أقل من 50 49. أيوه. حد ولا عمره حدا حيجيب هيك. في ناس بيجيبوا هيك بابا. يلا ايش بدكم تقولوا للمتابعين؟ انا بصراحه كثير مبسوطه اني شاركنا معكم هذا الفيديو وشفتوا كيف ردت فعلنا، واذا عجبتكم علاماتنا اعملوا لنا لايك. جوجو ولا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه مع جوان وليليان. مبارك لكم جميعا، لكل اللي نجحوا بهذا العام، نشوفكم على خير و الى اللقاء.